أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس سي بلس بلس. في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم بالبرمجة اللي هو الفانكشن. طبعا الفانكشن اللي هو الدوال واللي هو طبعا متوفر بجميع لغات البرمجة. الفانكشن هو أداة إنتاجية ممكن انه تزيد إنتاجيتنا بالبرمجة بشكل كبير جدا، وراح ناخذ أمثلة كبيرة. طبعا مثلا عندنا هنا مثال، ناخذ العمليات الحسابية. مثلا عندنا متغير انت اسمه x يساوي 1، عندنا متغير اخر integer اسمه y يساوي 5، وعندنا متغير اللي هو انت z يساوي x زائدا y. طبعا راح نطبع المتغير z من خلال cout، وطبعا اقواس برمجيه راح نكتب z، ومن ثم راح نضغط على execute، راح يطلع لنا نتيجه 6 اللي هو x قيمته 1 زائدا y اللي هو قيمته 5، فراح يطلع لنا z اللي هو قيمته 6. طيب لو ردت اني اسوي دالة اخرى اجمع بيها رقمين اخرين، طيب شنو اسوي؟ يا اما اعيد هاي الكتابة، يا اما اجي اخذ نسخ ولصق، وطبعا لابد انه اضيف هنا end line حتى يكون بسطر مختلف، والاند لاين تكون لازم قبلها علامات اقواس برمجيه. طيب اذا نجي هنا الى اكسكيوت، طبعا عندي هنا خلل لان المتغيرات نفسها، فراح نغيرها، نغير المتغيرات. وطبعا اكو امكانيه جميله بهذا الموقع، هو عندما اجي احدد هنا عند الاكس واضغط على كنترول واحدد هنا عند الزد بهذه الطريقة، وراح أضيف رقم 2، كل المتغيرات راح تنضاف بهذه الطريقة. إذا أجي على execute راح تطلع لي نتيجة 6 ب6. عندما أجي أغير هنا مثلاً 20 وأجي إلى execute راح يطلع لي 6 ب25. طيب في حال لو أردت أجري عمليات حسابية أخرى أجي بهذه الطريقة، وطبعاً راح نغير هنا الاكس زد راح نسويها 3، طبعا سوري هنا 3 فقط، هاي الثلاثة نحذفها لان جت بالغلط، ونجي الى اكسكيوت راح تطلع لنا النتيجة 6. وهكذا لو عندي 50 مرة اني احتاج عمليات حسابية، ما معقول انه اجي اعيد نفس الكود بهذه الطريقة، هذه العملية مزعجة جدا ومتعبة. طيب ما الحل؟ الحل هنالك دالة او هنالك أداة اسمها الفانكشن. الفانكشن هي اللي ممكن انه ننفذها مرة واحدة، وطبعا هي تنفذ لنا العمليات بأكثر من مرة. الفانكشن بيها بعض الخصائص والقوانين. أول قانون، هي تكتب فوق دالة الماين، يعني عندنا هنا طبعا دالة الماين، هذه هي الطريقة، هذه دالة الماين، تكون لابد انه فوق دالة الماين او اسفل دالة الماين، بشرط انه ما تكون بداخل دالة الماين، في الغالب يخلوها بالاعلى. الفانكشن في حال لو اردنا نجري عمليات حسابية ونطبق فانكشن لابد انه نخزنها بمتغير. الفانكشن الاري تخزن بمتغير، مثلا انا عندي عملية حسابية راح يكون متغير انت، لان الانت هو الافضل والانسب للعمليات الحسابيه. طيب راح اضيف اسم لهذه الفانكشن، مثلا راح اسميها bhbh، اي اسم يعجبك. طبعا هنا عندنا اقواس برمجيه، طبعا عندنا هنا اقواس دائريه واقواس برمجيه. الاقواس الدائريه راح نضيف بها متغيرين، مثلا راح نجري عمليات حسابيه، فراح يكون متغير انت اسمه x، وطبعا فاصلة انت اسمه y. عندنا هنا متغير x وعندنا هنا متغير y. بداخل هذه العملية راح اكتب المهمة. طبعا مهمة هذا الفانكشن اللي هو bhbh مهمته انه يجمع لي x مع y، فهنا راح اسوي متغير انت
راح اسميه زت، وطبعا المتغير زت فائدته يساوي يجمع لي اكس زائدا واي. ممتاز. طبعا هنا فارزة منقوطة ضروري جدا، فارزة منقوطة. طيب طبعا بعد ما اجريت العملية اللي هي زت اكس زائدا واي، طبعا هنالك خطوة مهمة جدا ضروري هنا اضيف ريتيرن بهذه الطريقة، اخذ كوبي من عندها، هذا الريتيرن ضروري، وبمكان الصفر اضيف هذا المتغير، يعني نتيجة المتغير هذا الريتيرن راح اخليه هنا. طيب الان اريد اطبع هذه الفانكشن، اريد انفذها، راح احذف كل شيء وراح اجي اكتب هنا سي اوت سي او يو تي، وراح اكتب اسم اسم الفانكشن اللي هو بي اتش، راح اكتبه هنا، واقواس برمجيه، وراح اكتب قيم الاكس وقيم الواي، مثلا 5.10، وطبعا ممكن اضيف اقواس برمجيه اند لاين بهذه الطريقه. طيب اذا اجي هنا الى اكسكيوت راح يطلع لي 15. طيب شنو اللي صار؟ اللي صار انه انا سويت فانكشن، هذه الفانكشن فائدتها انه بيها متغيرين بدون قيمه، متغيرين بدون قيمه، وهذه القيمه اني اعينها في كل مره اني اريدها، ممكن اعينها شكل، يعني ممكن اني العمليه الاولى تكون بهذه القيم، ممكن العمليه الثانيه ممكن تكون 50 و70 مثلا ارقام شكل، مثل ما تلاحظون 120، ممكن بنفس الطريقة ممكن تكون 55 وطبعا 80، إذا أجي إلى execute راح يطلع عندي رقم، وهكذا أقدر أستخدم الفانكشن أكثر من مرة وأعينها أكثر من مرة. طبعا ضروري أنه نكتب اسم الفانكشن، وطبعا هنا بهذه المنطقة هنا نخلي المتغيرات، يعني ما يصير طبعا نخلي قبل x و y، ضروري جدا لابد انه نحدد انواعهم، string بوليوم انتجر مثلا وهكذا. طبعا هنا عندنا الفانكشن راح تتعامل ويا ارقام يكون نوعها انتجر، راح تتعامل ويا نصوص يكون نوعها string. طيب بعد شنو عندي؟ عندي اسم الفانكشن، طبعا ضروري جدا يكون اسم اللي راح استخدمه بالاستدعاء. بعد شنو عدي؟ عدي هذه الأجزاء، طبعا ممكن عدي هنا أكثر من مكون، 5، 10 مكونات، 6 مكونات، يعني مثلا ممكن عدي إكس واي مثلا فاصلة، طبعا يعني يفضل إنه أخلي فاصلة بيناتهن، ومثلا عندي متغير اسمه إم، طبعا هيك يصير؟ لا ما يصير، لابد إنه أكتب إنت إن. جيد، الإم ممكن أضيفه x زائدا y ناقصا m، فراح اجي هنا اعين قيمة الام، هنا انا عينت قيمة x وعينت قيمة z، راح اجي هنا انا اعين قيمة الام، مثلا الام 2، فخمسة زائدا 10 ناقصا 2، اذا اجي لا اكسكيوت راح لاحظ انه ممكن عندي خطأ لان هنا انا ما معين قيم البقية. طيب ممكن إذا أجي إلى execute راح يطلع لي 13، لأن 5 زائدا 10 يساوي لنا 15، ناقصا 2 13، وهكذا. عدي مثلا هنا المتغير اللي هو مثلا راح يكون طبعا فاصلة متغير F، فأجي هنا أعين قيمة ال F، ولكن قبل كل شيء ممكن أضيفه بالمعادلة زائدا F، فأجي هنا فاصلة منقوطة نعين قيمة F مثلا 5، فنجي هنا execute، 5 زائدا 10 يساوي لنا 15، ناقصا 2 يساوي لنا 13، زائدا 5 يساوي لنا 18. طبعا نشوف هنا شنو عندنا الخلل، الخلل هو انه هنا ماكو عندي انتجر، لابد انه اكتب انتجر انت، لابد انه نعين نوع المتغير، راح يطلع لي 18. فاذا هنا نجري عمليات حسابيه، وهاي العمليات الحسابيه ممكن نستخدمها اكثر من مره بسطر واحد فقط، يعني مجرد هي اختصار لعمليات حسابيه طويله جدا ممكن ان تفيدني بسطر واحد فقط.
طبعا واجب هذه المحاضرة كل واحد يجري function ويسميها باسمه بالانجليزي ويضيف مثلا هذه الاحرف x y m f وطبعا يضيف لهم قيمة بهذه المنطقة ويجري عملية execute لهذه المحاضرة. طبعا ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.